السلام عليكم الخوت، اليوم جبت لكم واحد القصة اللي غادي تصدمكم بقوة دوك الأحداث اللي وقعوا فيها. واحد السيد دخل البحر باش يعوم، غرق، مات 30 ثانية ورجع للحياة. اشنو شاف في هذيك 30 ثانية كاملة؟ هادشي اللي غتعرفوه معايا في هذه القصة. اللي كنتي كتشوفني أول مرة ما تنساش دير واحد لايك، سبسكرايب، كومنت زوين بحالك باش نزيد نتموتيفا وندير لكم دي فيديوز آخرين. و ليتس جو تو ذا ستوري. كنت غادي ما عليا ما بيا، خرجت من السيارة ديالي مشيت للبحر بحالي بحال الناس. الوقيته اللي كنت كنعوم جات على غفلة واحد الجرة، كيف ما كنقولوا حنا بمصطلح العامي ديالنا في المغرب، جات واحد الجرة اللي جراتني، هو عبارة على ختم تيكون في البحر، يعني كيسحب الانسان، واحد القوة اللي معاكسة للتيار اللي انت كتمشى فيها. هبط لتحت وغرق، ومعاه كيحاول انه يطلع سطح البحر باش عاوتاني يرجع، ولكن ما قدرش بقوة ديك الجهد اللي كان بادلو النفس تقطعات، ما كانش عنده واحد ريسبيريشن باش غادي يكمل وينوض. وشنو كيوقع بطبيعة الحال في ديك الاحداث؟ تيكون خاصك يا اما جوج حوايج، يا غادي تطلع يا غتفقد الوعي وغتبقى هابط وغيجر لك داك الماء. كان بقى كيغرق حتى هو حل وسط واحد جوج حجرات، وهنا النفس ديالو بدا كيتقطع، صافي ما بقى عنده حتى شي حل اخر. حس بواحد احساس غريب، داو علامات الاحتضار كيبانوا عليه، علامات الموت. من بعد كانت خرجت ليه الروح ديالو وشاف واحد المنظر اللي في شكل غريب. هو ملي طلع فوق داك سطح الماء هو كيطفو بطبيعة الحال بحال قلت شي طائر، كيشوف لتحت، لقى البصر ديالو ماشي بحال كيف ما كان كيشوف، البصر ديالو تبدل ولا قوي لواحد الدرجه ديال انه يقدر يشوف النمله كيفاش كتحرك وفين الدار ديالو كيفاش كتخبى. هنا عطى اكزامبل براسو نيت، هو لقى قالك ثمن كائنات الله سبحانه وتعالى اللي عايشين في البحر، والحوت وكاع انواع ديال السمك كان كيقدر يشوفهم، وكيشوف حتى التراب اللي كيدوزو منه اللي كاين في قاع ديال المحيط، يعني لتحت قضيه اللي غارقه. بالنسبه لواحد الجسم بان ليه هابط هكا في البحر، بقى كيحقق فيه مزيان، لقى بلي راه هو، لقى بلي راه هذاك الجسم او الشكل ديالو الوجه راه ديالو هو، ما تيقش داك المنظر. ومع ذلك كان بقى تعرض لواحد الحادثه اللي غريبه، جاوه ملكين. بطبيعه الحال حنا كاملين كنعرفوا بان النهار تزادينا وكاين معنا الملك كيكون كيقيد الحسنات والملك اللي كيقيد عليك السيئات. بالنسبه لهاد جوج ملكين قالك ما كانش كيقدر انه يشوفهم، زعما كاين يدور لور ويشوفهم، كان غير كيدو معاهم بالتخاطر الذهني. كان واحد النفق ملي طلع لهداك السطح تاع البحر، واحد النفق اللي شي شويه مظلم وفي واحد النور في الاخر ديالو، كان كيقولوا لي خاصك تطلع تعبر هذاك النفق، خاصك ضروري تمشي منه. وما حدو غادي وكيطلع كيشوف بان هذيك البلاصه مضيقه بزاف لدرجه انها راه مشابهه للكاس ديال الفنجان، يعني هذاك الفنجان كتشربوا فيه القهوه كان بحال هكاك، يعني صغيره بزاف لواحد الدرجه الجسم ديالو هو ما يقدرش يدخل. قال لهم انا ما نقدرش ندخل لهذا الشيء، راه صغير عليا بزاف، محال ما كيدوش معاه بزاف، كيعطيو كلام مختصر. سي بقاو كيقولوا لي سي، حتى وكان مشى وداز منه بكل اريحيه، داز منه الغياء ما فهم والو، ومن تما شاف واحد العالم موازي في شكل ما بقى فاهم والو، انتقل لواحد البلاصه اللي حتى شي واحد ما شافه وحتى شي واحد ما عارف من الكائنات الدنيويه ديك البلاصه وكيفاش المنظر ديالها. يعني ملي كان مشى لقى بحال شي صحراء اللي كبيره، وهذيك الصحراء فيها بزاف الملايير ديال البشر والكائنات ومخلوقات الله، كاين بزاف ديال الناس تما، كاين ولكن لقاهم في واحد المنظر اللي مرعب لدرجة انه لقاهم كيتعذبوا، الغوات، صداع، وبنادم كيتحرق وهو كيشوف هذاك الشيء. بغى يسول حتى هذوك الملائكه اللي كانوا معاه، تفكر بانه ما كيقدرش يدور، كيبغي يدور حتى والو ما كيقدرش، يعني دا غير كيقول لهذاك الملك اللي على اليمين ديالو كيحاول يتواصل معاه، هو اللي كان كيكارميه شي شويه وكيقول لي زعما لا ما تخاف ما والو، لي بان هاد الناس راه كي زعما كيتعذبوا، هاد النار هادي سميتها نار سقر، كما كاين سبع ابواب من الجنه راه كاين سبع ابواب من النار،
واحد فهادو كان نار سقر، كل واحد على حسب الاعمال ديالو الدنيويه كيتحاسب في الاخره. هذا العالم باختصار اللي كان فيه سميتو عالم البرزخ. المهم هو خاف من هذا المنظر، كان غادي ويجي واحد المخلوق اللي في شكل واحد السرعه داز من حداه كيدور عليه شي 4 مرات ولا اكثر، وما فهم والو، ما قدرش يشوفه بالعين ديالو. واخا هو كيف ما كنت قلت لكم العين ديالو كان كتشوف بواحد البعد اللي النمله يقدر يشوفها او يعرفها كيفاش دايره في الشكل ديالها حرفيا. هاد المخلوق هذا جا سريع بزاف، ما قدرش يشوفه بعينه. ومن بعد كان تواصل مع ملك اللي عاوتاني اليمن اللي كان قلت لكم كيكالمي، قال لي ان الله رحمك من هذا الموقف اللي كتشوفه دابا بهاد الصدقه اللي تقبلها منك من 21 سنه و28 يوم و36 ثانيه. نشوفوا عظمة الله سبحانه وتعالى، الا تقبل منك ولو عمل واحد صدقه كنتي درتيها من شحال هذه غيقدر يكتبها لك باش تكون حماية لك، رأفة ورحمة باش تنجى من داك الموقف اللي خيب. يعني غير تنوي، شي تنوي تصدق وخا ما تعطيش، نيتك حسنة راه النية أبلغ من العمل. سبحان الله العظيم، الله شحال كيعطينا ديال الحسنات وحنا في الدنيا شوش كنديرو. وفي سورة مريم آية 48 قال الله سبحانه وتعالى: فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. وشنو المقصود هنايا بهذه الآية؟ مقصود منها أي نعد لهم السنين والشهور وحتى التواني، وفي معنى آخر لابن عباس قال نعد لهم حتى أنفاسهم. من بعد ما شاف هذا المنظر كامل كان مشى في لمح البصر انتقل لواحد البلاصة اللي مسالمة فيها واحد الطبيعة، واحد اللون أخضر ماشي بحال لون الطبيعة اللي كتكون في الدنيا، وشلالات وأنهار، كاين داكشي بحال شي بستان، بحال شي جنة كانت قدامه. الوقيتة اللي كان كيشوف هذا المنظر والكائنات الحية اللي كانت فيه والطيور وكل شيء كان كيدوي في هذيك اللحظة، لأي حيوان كيف ما كان كان كيدوي، وهو الريحة تما كاين قالك كان كيشمها زوينة، ما كاين حتى شي ريحة في الدنيا كتشبه لديك البلاصة، حتى شي ريحة وحتى شي منظر ما كيشبه للدنيا نفس الجمال مقارنة ولو شوية بديك البلاصة اللي كان فيها. وكان واحد النهر اللي الريحة ديالو شهاته باش انه يشرب من ديك البلاصه، كان باغي يمشي يشرب من ديك النهر، وديك النهر ما حده، هو كيمشي النهر كيبعد عليه، هو كيمشي النهر كيبعد عليه. يعني اشنو دار؟ حاول يتواصل مع هاد الملكان وقالوا ليه خاصك تسجد لله سبحانه وتعالى وتسبح ليه. وداك الشيء اللي دار سجد لله وقال سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، يعني كتسبيحة كيف ما كنقولوا حنا في السجود ديالنا ملي كنبغيو نصليو. ملي ناض لقى بلي النهر هو جا عنده، داك النهر يعني ولا وسط منه، فاش ناض لقى راسو وسط هذاك النهر، شي حاجة اللي بصراحة في شكل، وكان كيشرب من داك النهر، بغى ياخذ منه غير شي شوية غير غرفة قليلة، كيشرب بزاف لدرجة أنه قال لك شرب حتى 2 طن ولا 3 طن من هذاك الماء وما شبعش منه، وما حس باللي راه كيشرب وكيتقل على راسو، كيحس براسو باقي خفيف، باقي يقدر انه يجري ولا يتمشى عادي، بقى كيشرب كيشرب. المهم حتى اكتفى من هذاك الماء شويه وينتقل عاوتاني لواحد الجبل اللي عالي بزاف. هذاك الجبل عالي بزاف فوق، يعني بحال مثلا اعلى جبل يمكن في الحياه ديالنا هنا هو جبل الايفرست. هو كان هذا الجبل هذا اكثر منهم طولا او ارتفاعا، يعني واحد المنظر اللي غتقدر تشوفو لتحت راه شاهق. هو قال لك مع كيف ما كنت قلت لكم النظر ديالو ثاقب، كان كيشوف من هذاك الجبل الناس وحدين اخرين اللي كانوا كيتعذبوا، الالسنه ديالها طويله بشكل طويله من مثلا الوجه ديالك حتى لهنا حتى الرقبه ولا حتى لهاد البلاصه هذه مثلا، كان اللسان ديالهم طويله بزاف، وكانوا الملائكه ديال العذاب اللي كاين في هذيك البلاصه شادين واحد بحال قلت شي حديده طويله، السلاح ديال رافائيل من سلاحف النينجا راه نخليه لكم هنا، هو على شكل عصا طويله والراس ديالو هو اللي فيه دوك 3 سنات، رمح هو اللي كان كيتغرز في النار في العمق ديال النار كيتجبد كيديروه لهم في اللسان ديالهم حتى كيوصل الاحشاء ديالهم في المعده. وديك المنظر راه شي حاجه اللي خايبه بزاف الصراحه، الله يجينا من هذا الموقف كامل. ملي كان سولهم على قبل هاد الناس هادو علاش كيتعذبوا هاد العذاب، قالوا لي ان هذا هو جزاء
الناس اللي كيغتابوا بعضياتهم وكيديروا النميمة في ظهر بعضياتهم. الله يحفظنا ويحفظكم من النميمة خوت. شي حاجة اللي بسيطة، شي حاجة اللي بسيطة، شي انسان ما كاينش واخا تقولي عليه غير كلمة واحدة راه غتحسب في حقك. وهذا الشيء اللي ولا حاليا في اواخر الزمان ديالنا يا ربي السلامة شي حاجة اللي خايبة. مهم لازم من هذا المنظر كامل، وفي لمح البصر عاوتاني كيوقع لي واحد الانتقال اللي في شكل، يعني رجع هذيك البلاصه اللي كان فيها من مناظر زوينه ومشى لواحد الشجره اللي بانت ليه شجره ديال التين. وهذه بطبيعه الحال مذكوره في القران، شجره التين كان قال لكم اللي كلا منها ما كتشبهش كاع المذاق شي اكل ولا اي حاجه الطعم ديالها في الدنيا، مخالف هادشي مغاير على الماكلة الدنيا. قال لك لحد الان المذاق ديالها باقي في لسانه، سواء شجره في عالم البرزخ او شجره في القبر راه موجوده. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انما نسمه المؤمن طائره تعلق في شجره الجنه. وفي شرح ابن قيم لحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: النسمه او الروح او النفس تاكل من الشجره، اي يعني ان هذيك المذاق ديال هذيك الشجره كما قال لا يضاهي مذاق الدنيا وما فيه من اكل وشرب. مهم انتقل عاوتاني في لمح البصر لقى واحد الصحراء اللي فارغه والحراره ديالها راه بالنسبه مقارنه النار اللي عندنا هنا في الدنيا نعيم على النار اللي كاينه تما في هذيك البلاصه اللي كان لقى وشده ديالها. كان في الاخر ديال الصحراء في الاخر ديالها من بعد امتار كيسمع صدى الصوت تاع واحد الراجل اللي هو بحال قال لك شافو كامل لباس ابيض في ابيض دير يمكن واحد زيف شفاف اخضر حاجه اللي بحال يعني الملامح ديالو زوينه منوره من عند الله. وكان كيخاطب واحد الناس ومخلوقات الله عز وجل والملائكه. هو من صدى الصوت ديالو يعني تمن السمع ديالو كان قوي، من شي اخر العين اللي كتشوف بوحدها تمن السمع كان عنده قوي، كان كيسمع صدى الصوت ديالو من عن بعد. كان هذاك الصوت اللي سمعو كان كيقول هذا ماشي وقته دابا، رجعوه رجعوه. اخر كلمه سمع في هذاك العالم ديال البرزخ هو رجعوه. وان فوا قال رجع رجع في واحد السرعه فائقه للجسم ديالو. قال لك الروح ديالو ملي تضربات لي في الجسم ديالو في صدره هنا على غفله كان فاق وحس بواحد الالم اللي شديد بزاف، واحد الالم اللي ما كيتصورش. خلاصو انه صافي ديك الحجره اللي كان هو حل فيها رجليه بعد ما جروا البحر تحرر من ديك البلاصه ولا قادر انه يطلع. مشى لليابسه حل الطوموبيل ديالو وشاف بلي ديك الكاميرا اللي كيكونوا في الطوموبيل بعد الراكبين كيديروا الكاميرا في السيارات ديالهم، شاف بلي فريمون ريكوردات ليه الكاميرا انه راه هبط للبحر وما كانش كيحلم، يعني كان كيسحب ليه هادشي كامل غير حلم. ولكن لا راه شاف الكاميرا وشاف راسو بصح هبط لداك البحر وعاش هاد التجربه هادي 30 ثانيه. العالم الموازي ولا عالم البرزخ اللي كيكون فيه مشابه يعني غير ولو التجسيد بسيط، العالم اخره اللي كيتسنانا في يوم القيامه راه لا يضاهي هاد الايام ديالنا لا في الزمان ولا في المكان. الوقت ديالهم ماشي بحال ديالنا حنا. راجل عاش هادشي تقريبا قال لك فاش كان كيشوفو بحال عاش شهر ولا شهرين ونص، وهو فاش خرج من البحر لقى راسو خرج لمدة 30 ثانية. يعني تخيلوا معايا الوقت كيفاش كيدوز عندهم تما. شي حد الى مات ليكم لمدة عام هو راه ما شافش راسو مات عام، غيكون حس بلي ديك البلاصة اللي بقى فيها اكثر من عام، قدر تكون حتى 10 سنين ولكن في لمح البصر. بالنسبة للقصة تاع هاد السيد كان جاتو واحد الاستفهامات في راسو بطبيعة الحال غادي يبغي يفهم شنو واقع ليه. مشى سول أكثر من 30 شيخ وكاملين اجتمعوا على قول واحد، قالوا ليه باللي هاد البلاصة اللي كنتي فيها راه عالم برزخ وانت راك بصح عرفت طلعت لك الروح ديالك وعاودت هبطات بقدرة الله سبحانه وتعالى. السيد راه في تجربة حقيقية ليان تاع هاد القصة هادي من خلال السيد اللي كان حكى هاد القصة نيت بلسانو، راه كاينة عند واحد القناة تاع واحد الشيخ غنخليها لكم لتحت. كان صادفو عنده في واحد المكالمة وهو عاود ليه بالتفصيل شنو وقع. انا حاولت نعاود لكم الطريقة ديالي على وعسى تكونوا فهمتوا. المهم غنخلي لكم ليان تحت في الديسكريبشن. والله رسالتي لكل من يسمع رسالتي، كل انسان ان يرجع لله سبحانه وتعالى. والله العظيم انا صاحب تجربه حقيقيه،
اللهم بلغت، اللهم فشل. يبغى يسمع من عند مول التجربة نيت، ويشوف كيفاش دعم على الناس بالتأثر ديالو بديك التجربة. يعني قال لهم والله حتى شي حاجة ما كتسوى في الدنيا، توبوا لله سبحانه وتعالى، في آخر المطاف موت كتجي بغتة، والله يسمح لنا الجميع، والله يرزقنا حسن الخاتمة. إلا عجبتكم هاد القصة بصوت غير دعموني بواحد لايك، بارتاج مع صحابك، وكنتمنى من الجميع إن شاء الله يهديهم الله، واللي ما كيصليش يرجع يصلي، في الأخير حنا كاملين غادي نموتوا. الله في راسكم، نشوفكم في فيديو جاي.